السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم أصدقائي بفيديو جديد. كما هو معتاد دائما بالسويد، مع بداية كل عام تدخل قوانين جديدة وإجراءات جديدة حيز التنفيذ اعتبارا من 1 يناير من كل سنة، وهي القوانين طبعا بيكون غالبا تم إقرارها بوقت سابق أو قبل عدة أشهر، لكن تدخل حيز التنفيذ مع بداية العام، وأيضا أحيانا بيكون في حزمة إجراءات وقوانين جديدة تدخل حيز التنفيذ مع منتصف العام. هاي السنة ما كان في قوانين ذات أهمية كتير كبيرة، كونه كان في صراعات سياسية والحكومة كانت منشغلة دائما بموضوع الكورونا ومكافحة الكورونا، فرح نشوف انه القوانين اللي تم اصدارها او رح تدخل حيز التنفيذ ما لها صدى كتير كبير او ما في تغييرات جذرية بالقوانين السويدية. فرح نستعرض اليوم ابرز القوانين اللي رح تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 1 يناير 2022 بحسب ما نشرته الإذاعة السويدية. القانون الأول: حظر بعض المواد المستخدمة في الطعام وغير القابلة لإعادة الاستخدام، مثل أدوات المائدة، القش، أعواد البالونات، أدوات تحريك المشروبات والأكواب المكونة مما يزيد نسبتها عن 15% من البلاستيك، ولا يشمل ذلك صناديق الطعام الجاهزة والأطباق والأكواب المصنوعة من البوليسترين. هذا يعني أن أولئك الذين يقدمون الطعام أو الشراب في كوب أو صندوق غداء يمكن التخلص منه، يجب أن يقدموا فرصة لتناول الطعام أو الشراب في بديل قابل لإعادة الاستخدام. طبعا هذا الأمر غالبا يخص المطاعم وغيرها من الأماكن التي تقدم الطعام والشراب. القانون الثاني: غرامات على رمي القمامة في الطرقات حتى لو كانت صغيرة، وهذا ينطبق على سبيل المثال على أعقاب السجائر، والغرامة في حال مخالفة قدرها 800 كورونا سويدية. طبعا هو رمي القمامة كان سابقا غير قانوني، لكن أضيف إليه رمي أعقاب السجائر مؤخرا وغرامتها هي 800 كورونا. القانون الثالث: تشديد العقوبات على جرائم العنف والانتهاكات بحق العلاقات الوثيقة، يعني ضمن العائلة الواحدة، حيث رفع الحد الأدنى لعقوبة الاعتداء الجسيم على المرأة من السجن 9 أشهر إلى السجن لمدة سنة. التغيير يعني أنه سيتم تشديد عقوبة انتهاك حظر الاتصال، أو الانتهاكات الأقل خطورة لحظر الاتصال لن تكون خالية من العقوبة، ويشمل ذلك الشتائم والتشهير. يعني في حال العلاقات بين العائلة وحالات الطلاق، كما نعرف هناك أحيانا أحكام بمنع الاتصال أو عدم التواصل مع الشريك أو الطرف الآخر، فبالتالي هذه العقوبات سيتم تشديدها اعتبارا من 1 يناير 2022. ايضا الغاء الخصم على عقوبة السجن للشباب الذين تتراوح اعمارهم بين 18 الى 20 سنة، اذا كان الحد الادنى للعقوبة للسجن لمدة عام او اكثر، ويشمل ذلك جرائم السرقة والاعتداء الجسيم والاغتصاب. هذه الفئة بين 18 الى 20 عام احيانا لما بيرتكبوا جرائم فبيتم تخفيض العقوبة مقارنة بالاشخاص الاكبر سنا، وبالتالي سيتم الغاء هذا الخصم او التخفيض لهذه الفئة اعتبارا من بداية العام الحالي 2022. أيضا رفع سقف دخل التأمين الصحي، حيث سيتم تعزيز التغطية التأمينية بحيث يتم رفع سقفها للدخل القائم على استحقاقات المرض من 8 إلى 10 أضعاف المبلغ الأساسي للتكلفة، أي 483,000 كورونا سويدية. هذا الموضوع يخص التأمين الصحي في حال الإصابات وغيرها. ايضا هناك فرض التصريح المناخي للمباني الجديده، بما يلزم الشخص او الشركه اعداد وتقديم بيان مناخي الى المجلس الوطني للاسكان والبناء والتخطيط عند تشييد مبنى جديد. يجب ان يعكس تصريح المناخ التاثير الذي ينشا اثناء تشييد اي مبنى جديد وفقا للائحه الجديده. هذا موضوع طبعا خاص بشركات البناء وشركات السكن الكبرى. القانون الاخير الذي سنستعرضه اليوم هو الغاء ضريبه الدعايه، وتنطبق الضريبه الملغاه على الاعلانات اللافته أو عبر مكبرات الصوت على الملابس الرياضية والسيارات وما شابه ذلك، وكذلك الإعلانات التي تزيد قيمتها الضريبية عن 100,000 كورونا. هاي طبعا كانت أبرز القوانين الجديدة رح تدخل حيز التنفيذ مع بداية عام 2022. بالنسبة لقوانين الهجرة ما في أي شيء جديد حاليا، إذا إن شاء الله صار في جديد، أو دائما بتكون الهجرة بتعلن عن تحديثات أو تعديلات قانونية بين الفترة والأخرى، إن شاء الله بنوفيكم فيها بوقتها. ولوقتها إن شاء الله بتكونوا بخير، وكل عام وانتم بخير جميعا. شكرا للمتابعة، والسلام عليكم.